عم مصطفى، انت كنت في مداخلة هاتفية معايا وقلت ان بتجيلكوا تهديدات. نعم. علشان ابنك يغير اقواله، ابنك السائق. قول لي. نعم. اسلام، هعود تاني معاك بس نفس الكلام. اسلام ابنك كام سنة؟ 23 سنة. 23 سنة بيشتغل سائقا للقاضي السابق. من بقاله كام سنة؟ اساسا اسلام ده كان في الديش. واخد 3 سنين. واتعرف عليه وهو في المحكمة. ابنك كان جيشه في المحكمة، جندي في المحكمة. يعني فتعرف عليه في ايه، تابع في معرفة المحكمة. بعد ما طلع من المحكمة فخده السائق عنده. يعني بعد ما خلص جيشه قال له تعالى اشتغل سواق. طبعا عنده. انا راجل فقير وعلى قد حالي. وبنشتغل باليومية عند الناس. وطمعه قال له تعالى انا هوظفك، هنزلها اشوف لك شغل في المحكمة. فانا قلت له ماشي يا ابني، يعني يمكن يوظفك. صح. انا ما كنتش اعرف المصيبه اللي كان رمانا فيها ديت. فانا قلت له ماشي، اشتغل معاه شويه. بالله 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 ما اداله بريزه. بالله الشهرين اللي اشتغلهم ما اداله بريزه. قال انا بحوش لك عشان هجيب لك شبكه، مع ان انا عندي عيال اكبر منه، عندهم 35 سنه. لسه ما اتجوزوا، مش اتجوزوا لسه. انا راجل فقير بشتغل عند الناس يوم ويوم لا، يوم ويوم لا، او راضيين بالحال. طيب خلينا برضو، لان احنا يعني لا نعلم ما اذا كان ابنك متورطا ام لا. لا احنا هنا ايضا بندينه ولا بنبرئه. يعني هو احد متهمين، احد المتهمين الثلاثة. يعني هنا ما نعرفش اذا كان هو عنده علم بانه بينقل مخدرات ولا لا. ده هيبان في الـ في الـ في الـ من خلال المعارف. طب قول لي بقى، انت هنا التهديدات اللي جات لكم جات ازاي؟ اما المسك يا سعاده الباشا، اما ما عرفت ان هم المسكوا في نفق احمد حلمي، فانا هم المسكوا يوم الاربعاء، فانا رحت له يوم الخميس. ده انا اسال، لان انا حتت مع عمري ما رحتهاش. ده انا اسال حتى وصلت. وما دخلت جبت لقمه لابني واوديها له، فلقيت القاضي المستشار ده طالع عليا وانا بكلم ابني، فبقول لي ايه؟ بقول لي قول لابنك خليه يقول ده واحد مديني شويه حشيش. قول ده دول شويه حشيش وواحد مديهم لي، وانا هطلع اطلع ابنك. قلت له لا، ما ينفعش الكلام اللي انت بتقوله ده. قال لي طب خلاص خلاص خلاص. هو القاضي السابق محبوس مع ابنك في نفس كان محبوس، ما خدوا 4 استمرار. كانوا محبوس في نفس الاوضه، والمكان محبوس في نفس الاوضه. فانا رحت، يعني هو طلع لك وانت بتزور ابنك وقال لك قول ان راح واخدنا على جنب، فقال لي قول كذا، خلي ابنك يقول كذا كذا. قلت له لا، مش ينفع الكلام اللي انت بتقوله ده. قال انا هطلع اطلع. قلت له لا برضه ما ينفعش. ماشي، سبته ومشيت. انا قلت له انا هقوم لك محامي يا ابني واجي لك. فقال لي لا، ده انا جاب كوم محاميه، احنا كده كده هنطلع يوم السبت. انا قدمت استقالته وهنطلع يوم السبت. طيب ماشي، جبت محامي على جدي، انا راجل فقير، جبت محامي من اللي هو قال لي اديته 200 جنيه وايجه جوز محاميه. المهم، جات لك التهديدات بعد كده ازاي؟ واحنا في المحكمه. اخوه حرض، قال لي اسمع. قلت له ايه؟ قال لي ابنك كده كده هينحبس، وهوعدك ان انا بالمثل ابنك هينحبس من 5 سنين لثمان سنين. من 5 سنين لثمان سنين. وهدي لك 500,000 جنيه كل سنة، 100,000. قلت له مش هينفع ولا حرضة، الموت عند أرحم. فقال لي طب اخرس اخرس خالص. ففوجئت التهديد. أنا ما بنامش الليل من التهديد. أنا ما بنامش الليل من التهديد، ما دام طول الليل صاحي. وأنا راجل فقير وبشتغل باليومية، وأنا راجل مريض. طب انا هشكي لمين غير ربنا تاني؟ اشكي لمين تاني؟ ومحدش، انا راجل فقير ومحدش هيسمعني. مين هيسمعني؟ محدش هيسمعني. بيهددوك بايه بقى؟ قالوا لي هنحبسك وهنحبس عيالك لو ابنك ما غيرش اقواله. قال لك هتشيل القضيه، يعني احبسك هنحبس عيالك. طب انا اروح فين بقى؟ مين هيسمعني انا؟ مين هيسمعني انا؟ علشان ان انا راجل فقير وراجل على جد حالي وبشتغل باليوميه، اروح انا بالمثل اتحمل جريمه بشعه زي ديت على ابني انا؟
ما هي كده اموت انا وعيالي. لا ان شاء الله فانا قدمت معذر. القانون بيقتص من مرتكب الواقعة. والله لو ابنك كان متورطا معهم ده هنشوف ده في القضاء. لكن فكرة انه ابنك يشيل بقى ابنك يشيل القضية وإلا يعني بدأوا معاك بالإغواء المادي خد فلوس وبعد كده لما انت قلت لا بدأوا بالتهديدات يعني. طب انا مين هيسمعني انا غير يعني انا اشتكيت للطوب بتاع الارض محدش سمعني عشان ان انا راجل فقير. قدمت لرئيس النيابة شكوى. قدمت شكوى. ان انت بتتلقى تهديدات. وانا لو طايل اروح للرئيس والله لا اروح له. طيب المساله في دوائر قضائيه لا كل حاجه هنحلها لان انا عارف ان هو مش هيرضى. طيب. الظلم والله عارف ما هيرضى الظلم يعني. طيب. انا عارف الرئيس السيسي مش هيرضى الظلم. طيب. مش هيرضى بالمسح واحد ينظلم. التهديدات لسه مستمره حتى عند الوقت. تليفونات بالليل الساعه 3 بالليل ابص الاقي تليفون من سنترال مش عارف منين وانا بنام في رعب. وانا يعني البيت كل ده عشان ابنك يغير اقواله ويقول ان في حد اداله الحشيش المخدرات دي ينقلها يعني. تعالوا شوفوا المكان اللي انا قاعد فيه ده منظر بني ادم يا جماعه. طيب. ده منظر بني ادم بتاع مخدرات. طيب. ده منظر بني ادم بتاع مخدرات. فقرك ليس عيبا يا مصطفى. ربنا يديلك ان شاء الله. حرام ظلم. وبالحق والعدالة ان شاء الله. والله ظلم. والله ظلم يا جماعة. طيب. هنسيب ده بقى يا عم مصطفى. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ابنك بقى مدان بريء ده اللي هنسيبه للتحقيق. حسبي الله ونعم الوكيل. استاذ مجد.